بس هو نظرته للاعبين عندنا مختلفه عننا. يعني مثلا في ايه 3 4 5 6 7 اسماء نقول عليهم دول اعظم لعيبه ونقعد نتخانق ازاي ما راحوش المنتخب وازاي مش عارف ايه وبتاع. هو بيبص بواقعيه غير بتاعتنا احنا. يعني ايه بيسموها ايه؟ غطسنا غرقنا في حياتنا مع بعضينا، ما بنبصش للامور بشكل لا بره يعني. وساعات بنبقى عارفينها بس ما بنقدرش نهاجم. لا ساعات بنبقى عارفين ان قفشه مش قادر، لا واحنا كجمهور اهلي وبنحب قفشه فبنزقه قوي، هو شايف ان هو في حاجه معينه احنا شايفينها بس ايه من حبنا فبنزود شويه. انت فاهم؟ ومش كل مره الراجل يبقى صح طبعا، يعني في حاجات وفي حاجات، بس هو طبعا في حاجات عنده فيها صح. انت فاهمني؟ انا بجيب لك اسامي على طول، يعني بكلمك على قفش. انت فاهمني؟ قفش لازم يحيط حساباته، مش عشان الماتش ده هو كويس قوي في بص عبد الله السعيد عجبني في حاجه، هو عارف ان هياكل عيش هنا على اللعيبه اللي موجوده، انما عارف ان في افريقيا والحتت دي الريتم بتاعه مش هيجيب معاهم. ده النهارده حسيتها في قفشه، في القوه والالتحامات النهارده كابتن كل الالتحامات واخدها صن داونز كله. الميس باس من الاهلي كتير، المذيع بس مش عايز يتكلم على الاجهاد اجهاد اجهاد، عمر النادي الاهلي بفكر في اجهاد وبتاع، المذيع كان مزودها قوي على موضوع اجهاد إجهاد. لا لا في لعيبه كتير اصلا كانوا مريحين يعني لعيبين شكلهم، انا مش عايز اتكلم في النقطه دي. بس مش مجهد ولا محمد طاهر مرجد ولا ياسر بن، انا مش مقتنع في لعيبه كتير مش مجهده. طول عمر النادي الاهلي وهو بيلعب كل 3 ايام ماتش وبيلعب هنا وهنا وهنا كويسين وبيكسبوا وكده. لا انا مش عايز الفرقه اللي تبص على الشماعات يا كابتن اعرف ان هي خسرانه النهارده. ايه الاوتوبيس حصل له ايه؟ لا اتوبيس اتكسر ولا اتحدف طوب، ده ما شافوش اتاخر يعني. ما لا شافوش. انت ما شافوش الخنزير وهو مطبوح لك على باب الاوضه قدام مغرق الاوضه، ما شافوش ولا بنقدم شكوى ولا بتاع، بننزل ناخد كاس افريقيا ونديهم على دماغهم. ايه اتوبيس وقف وبتاع الحاجات دي؟ ماشي اداره النادي، انما انا لا شايف اتوبيس اتكسر. احنا هنعمل زي الجزائر هنا لما جم خبطوا بعض وغمروا وبتاع. لا 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 الاهلي محتاج يدوس شويه، محتاج يجيب لعيبه برضو، محتاج الشتاء يجيب او الصيف يجيب لعيبه كواليتي كواليتي هيشيله، لان خلاص ديانج ماشي، علي معلول خلاص بيخلص، قفشه زي ما انت شايف، حسين وطاهر بعاد قوي، بيرسيتاو مش هيكمل، ميكيسوني خلاص. يعني اللعيبه الافارقه اللي انت المفروض تجيبهم، لا هات لك باك رايت افريقي، هات واحد اجنبي يا اخي. واحد حتى من ايه يعني، انت الاهلي بيدفع، انت دلوقتي الاهلي والزمالك والفرق المصريه بتدفع اكتر من فرق في الخليج كتير. طيب بعد كل الكلام اللي بيزعل ده، انا قلت بس عن صدق حقيقي والله، انا حقيقي متفائل جدا مباراتي السنغال، رغم كل ما بنبقى واعيين قوي بنكسب والله. صح يعني حاسس انه الفرصه مش سهله بس في ايدينا يعني نقدر. طبعا ما هي 50 50 يا كابتن. الاسامي ما بص انت بتقول كوليبالي وبتقول مانيوي، لا 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 ولا يفرق الاسامي، انت بلعيبه وصلت معاهم وكنت هتكسبهم وفضلت معاهم وانت معلش انا قلت لك في ماتش في الماتش شفت منظر صعب عليا صلاح قوي يا كابتن، والله صعب عليا قوي، لقيت سيدو ماني واقف الكوره ثابته كده، لقيت كوليبالي واقف حواليه والولد التاني بتاع مش عارف فرقه في ايطاليا بيلعب في ايطاليا واقف حواليه، فلقيت عيني في الكوره الناحيه صلاح واقف جنبيه، عمر كمال عبد الواحد يا عيني، ومع الاحترام يعني انا قصدي توصل ان انت عايز تشوف اللعيبه دي موجوده في اوروبا في انديه كبيره زي ما واقفين مع وصلاح يا عيني واقف بيحابي على ايه على اخواته الصغيرين ولاعيبه يا عيني ايه لسه بيتهتفوا في امم افريقيا. فلا ما يغركش اسامي، احنا زقينا معاهم، فان شاء الله ممكن دي لا ان شاء الله.